انت تغني طربي معناها شيء كبير. هدايا ودواي انت مرضي وانت شفاي. سيدة هذية أثبت بكل جدارة معناها انها الجهلة رقم واحد في تونس. ربي يكفي يكفي من جعل الجهالة ذوما مشاهير وكهو. ثم حاجة بركة قاعدة تسيطر على البلاد هي الحرص على تأسيس الرداء. نهديو شوية ويلزمنا نلقاو حل. أنا متأكد اللي هي ما تعرفش النوري بلون. واصل سمح. باش نفضحكم باش نكشف الأسرة. أنت سي غراف هذه حاجة غراف خطيرة. بس سمح بعد ما كنا نتفرجوا في نجيب الخطاب وصالح عشغام وجاك مارتان والناس اللي مادة مش كون يعرف عليها نتفرجوا توك مريم الدباغ. أنت هيا بركة فضوها المشكلة وفرقوا الحبة. تتصور أنت هذيك تخلص أكثر من الأستاذ. تو مش كارثة. السنة البيضاء ستكون سنة حمراء سوداء. التلميذ ما عادش عنده موتيفاسيون، ما عادش فاهم روحه يقرا ما يقراش، بحسه في ظلم وهو ظلم ما كبير برشا. العركة والسلطة فيها من كله يطلع إلا تونس. تونس كله ما تخرجوش منها بلادك هذيك. أوه علي تصفيقة أخرى. بمناسبة اليوم العالمي ضد السرطان، قاموا بحملة تبرعات للشعر باش يصنعوا بهم دي بيروك. كل نهار 4 التسعة خير بوعة متاع الليل على 9.